question number four. What did they see in the Roman city? What did they see in the Roman city? في المدينة الرومانية, what did they see? Extensive ruins and enormous تماما. رح ارجع معكم على, انا حسيتكم تاخرتوا في الاجابه, رح ارجع معكم على النص رح نشوف. لاحظوا معي, the next morning, في السطر الثالث هون, the next morning was very hot but we visited the Roman city. There were enormous columns, كان هنالك enormous columns and high walls, وجدران عالية. إذا كان هنالك أعمدة ضخمة جدا and high walls, وجدران عالية. إذا هذا, هاي الأشياء اللي رأوها in the Roman city, في المدينة الرومانية. أما الـ extensive rules اللي حكيت عنها يا نور, هذا الكلام وقت اللي كان عم يوصف إفاميا. نعود إلى الأسئلة الآن. What did they see in the Roman city? ماذا رأوا في المدينة الرومانية؟ إذا they show, لاحظتوا معي على الإجابة, أنا قلت show. لماذا أجبت ب show في الماضي؟ ليش أجبت ب show في الماضي؟ لأنه في did بالسؤال. لأنه في عنا did بالسؤال. نعم, في عنا did هون بالسؤال فعل مساعد, وبالتالي السؤال في صيغة الماضي البسيط نحذف did ونحول الفعل الرئيسي إلى verb to. إذا they show, رأوا enormous columns and high walls, إذا أعمدة ضخمة وجدران عالية. Question number five. How long did they stay in Apamea? How long did they stay in Apamea? عبد الكريم. Today. إذا نعم, نعم جواب للنور. They stayed for two days in Apamea. They stayed for two days. لو رجعنا على النص راح نشوف في السطر رقم 2. في السطر رقم 2 في الكتاب عم يقول أحمد and I have just got home from a two-day visit. إذا أنا وأحمد قمنا بزيارة إلى أفاميا لمدة يومين, زيارة ليومين, وبالتالي هون ممكن نشكل عليها سؤال. How long did they stay in Apamea? إذا they stayed for two days in Apamea. بقوا لمدة يومين في مدينة أفاميا.